احنا كنا في مجلس البلدي في 2002، اول ما بدينا اول يوم اجتماع يابوا لنا ما يقارب كوارتين متروسه مخالفات من البلديه، مخالفات مع الرئيسه، والله مخالفات. يعني انا قدمت يمكن مترين لا ابالغ، اكو موجود الصور. انا طبعا دائرتي 136 بيت مخالفين حق الاشتراطات البلديه، فالجماعه بناوا لان عندهم اولادهم 7 و6 و5 في البيت ومن زوجين وين يروحون؟ فبناوا ما عليه، هو صار هذا البنيان. فانت الان لماذا جبت مخالفه؟ لماذا لم تراقب في الاساس على المباني؟ لماذا لا تراقب؟ ما راقبوا ولا شيء. انت الان الذي نقرت في هذا الشان. الاول لا الحين تنظمت العمليه في المحافظه الجنوبيه بفضل الله سبحانه وتعالى والجهود الكبيره اللي يبذلها طبعا سعاده السيد الفاضل عاصم عبد اللطيف مدير عام بلديه المنطقه طبعا الوسطى الجنوبيه، فعامل جهود كبيره لهذه طبعا المخالفات. هو هناك فريق عمل يتجه يوميا يتجه الى المساكن ويتاكد والطرق وما شابه الشوارع والطرق يتاكد من البناء يوميا، وهناك مخالفات طبعا موجوده الان في بلديه المنطقه الوسطى، لكن الوسطى انا كلها في حاجه هي الجنوبيه لان انا كنت عايش في ذاك الفتره في المنطقه الجنوبيه. فخليك يا مثل ما قال خليك معي لو سمحت سعاده ما علي، بس هو ما شاء الله دوري الافكار نوعا ما تروح شويه نوعا ما كنت انا مرتبها فتذهب هباء منثورا. ومع الرئيسه يعني طبعا انا مع القانون، ولكن من الان لابد ان يكون تنبيه للمواطنين، خلي يطلع احد المسؤولين في التلفزيون ويشرح هذا الواقع ويقول يا جماعه ابتداء من هذا التاريخ بعد صدور هذا القرار او هذا القانون احنا صراحه سنخالف وناخذ بقوه وكذا كذا. لكن اللي في الماضي من 10 سنين و15 سنه و20 سنه اللي بنوا خلاص انتهى امرهم يا معالي الرئيسه.